الشان التابع للأمم المتحدة باستمرار ما أسماها عمليات القمع ضد المتظاهرين السلميين في سوريا. وقرر المجلس تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حملة القمع ضد المحتجين المناهضين للنظام السوري بما في ذلك ما اعتبره جرائم أو ارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية رغم اعتراضات دول بينها روسيا والصين وكوبا. التقرير التالي فيه المزيد من التفاصيل فلنتابع. 5 شهور مضت من عمر الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، خلفت زهاء 2000 قتيل جراء استخدام النظام لقبضته الحديدية لوضع حد لهذه الاحتجاجات المتصاعدة فصولها. ومع محاولات النظام السوري الخروج من عنق الأزمة أمنيا وسياسيا، تأتي الضغوط الدولية هي الأخرى لتمثل تضييقا جديدا على نظام الأسد، حيث أعلن دبلوماسيون غربيون أن العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على سوريا والتي تستهدف قطاعها النفطي باتت جاهزة عمليا. كما وصلت دمشق بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقييم أوضاع المدنيين في سوريا. أما مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد أدان عملية القمع المتواصلة في سوريا خلال جلسة طارئة له في جنيف، ودعا مشروع قرار قدمته نحو 25 دولة عضو في المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن جرائم مزعومة ضد الإنسانية، وسترفع اللجنة تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها بحلول نوفمبر إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات المعنية. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أطل مؤخرا على شعبه للمرة الرابعة منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، وذلك خلال حوار له مع التلفزيون الرسمي حذر خلاله من أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية. أي عمل ضد سوريا ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يحتمله لعدة أسباب. السبب الأول هو